خاصفا مما يحدث يا أستاذة، لأن هذا إرهاب منظم ولا علاقة له بالديمقراطية. يجب على الدكتور مرسي إذا كان رئيسا لكل المصريين أن يحل هذه الجمعية غير الشرعية. لا يمكن أن نتحمل هذا الإرهاب وهذا القتل للناس اليوم. أستاذ أحمد، كنا سلميين وكنا نتحرك بشكل سلمي، وحضرتك شايفة على الشاشة أهو كيف اقتحموا منصة شباب الثوار، وكيف هدموها، وكيف هجموا على المتظاهرين السلميين. نحن في الجمعية الوطنية للتغيير والقوى المدنية والديمقراطية التي نظمت هذه المظاهرة سنعقد اجتماع. طيب أستاذ أحمد، إن شاء الله في الجمعية الوطنية للتغيير الساعة 6، وندعو كل القوى الوطنية الحرة المدنية المؤمنة بالديمقراطية حقيقة للحضور لتدارس هذا الأمر واتخاذ ما يلزم، لأن ما حدث هو انقلاب الديمقراطية تمارسه جماعة الإخوان المسلمين.